هروح معاك دلوقتي لسؤال حلقتنا ونشوف جماهيرنا النهارده قالوا ايه على سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي. كان تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب وفرص نجاح المدرب الوطني. محمد عمرو فريد، مساء الخير عليك، ما بشكرك جدا، قرار موفق جدا بتعيين كابتن حسام حسن عشان هو الاقدر في المرحلة الحالية بإذن الله هيحقق نجاحات وأداء غير مسبوق، وإن شاء الله مصر في نهائيات كأس العالم 2026. كل الدعم والتوفيق لمنتخب مصر وكابتن حسام حسن. محمد أنور، مساء الورد عليك، ما بشكرك جدا، تعيين حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر قرار رائع، كل الدعم للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، فرص نجاح المدرب الوطني كبيرة، لكن يجب توفير الدعم من اتجاه الكرة، من اتحاد الكرة للجهاز الفني، والتوفيق لمنتخب مصر. سيد فارس، مساء الخير عليك يا ماما، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. كابتن حسام غيور على اي فريق بيدربه وبيعمل معاه المستحيل، ما بالك انه هيدرب منتخب بلاده. ربنا يوفقك، ابن البلد اولى ببلده، دي حقيقه. مصري زملكاوي وافتخر.